كسبت عربية؟ يا ريت. ابعت يا رب. طب سمعت عن حد كسب عربية؟ يا عم صعبة قوي. انت صح. اوه نو، الإجابة غلط. غلط. اوبا يا ابني. بس لو شايف نفسك ذكي هقول على طول ولا ديك برستيجك وعندك شوية معلومات يا ابن اللذينة. لا لا ما تقولش. وازاي ظبطت معاك الظبطة دي؟ لا استحالة ما تقولش. هتكسب عربية. جاهزين. ولو ما كسبتش عربية هتكسب فلوس 15,000 جنيه. 7,500 جنيه. إجابة صحيحة. الحمد لله. مع أحمد الوكيل. ما تديني برستيجي كموزيع وتبصيني كده. رعش. إيه رعش؟ إيه رعش؟ إيه الألفاظ دي؟ أوبا. البرنامج فرط مني. برنامج عربية معدية كل يوم خميس الساعة 11 مساء على يوتيوب، وحصريا على قناة القاهرة والناس. عربية معدية، هتكسب فلوس أو هتكسب عربية. مقدم إليكم من